صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين كل الوصفات، يعني حاجات كده نقنقه شويه. عندنا كبد فراخ بدبس الرمان، طلبت مني كذا مره بالذات ان هي بتبقى فيها تركايه كده، يعني لو ما اتعملتش مظبوط ممكن تبقى فيها شويه زفاره. عندنا كمان مقرمشات البطاطس عاملينها بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات كمان بسيطه جدا. عندنا هوت شوكليت النهارده عاملينه بس بلبن اللوز، وكمان عندنا ترايفل بالبسكوت والكريمه. تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه معانا النهارده، كبد الفراخ عباره عن ايه. عندنا هنا كبده فراخ طبعا مغسوله كويس قوي قوي. كبده الفراخ عشان تتغسل كويس قوي انا بحط عليها ميه فتره جاريه، وبعدين حبه ملح، عصير ليمون، واحطها في شويه لبن لمده 5 دقائق، وبعدين اصفيها بتبقى بالمنظر ده. خلاص معانا دبس رمان وعصير ليمون وزبده وزيت وعيدان من القرفه، وكمان قرفه باودر او بودره قرفه. عندنا فصوص ثوم ورمان، وممكن كمان نزوقها بشرايح اللوز. خلاص طيب، اول حاجه اولع على الوك كويس قوي واحط زيت، كميه زيت حلوه كده هنا، وبعدين هحط عودين قرفه واغطيها كده لحد ما ايه ما تسخن. اكون محضره بقى ده كده خلي جنبي، واجيب الثوم كمان احضره. كميه الثوم دي تقريبا كميه يعني كيلو كبده عليها راس ثومه. خلاص، ومش هفرمه فرم ناعم، لا انا عايزاه فرم خشن. بصوا كويسه قوي كده. بس اشوف بقى دي كده سخنت ولا ايه الاخبار. لازم احط الكبده والزيت سخن جدا. يعني عايز يسخن شويه كمان، لازم يبقى سخن قوي عشان اول ما انزل الكبده المسام كلها تتقفل. ابتدت تغلي. ولازم كميه الزيت برضو تبقى ايه كبيره مش قليله. ملح، فلفل اسود، هسيبها كده. بصوا بالراحه جدا 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 اهو. لازم كميه الزيت تبقى غزيره زي ما انتم شايفين كده. النهارده صراحه فكرت في الهوت شوكليت اللي باللبن اللوز، عشان كذا حد كان قال لي ان هو نفسه يشرب هوت شوكليت بطريقه حلوه، وكمان ما يبقاش اولا سعرات حراريه عاليه. بس عايزه اقول لكم ان لبن اللوز من الحاجات اللي بتتخن عادي ما فيهوش مشكله، بس هو يعني حلو للناس اللي عندها حساسيه من اللبن ونفسها تشرب هوت شوكليت. كمان في فايده عاليه جدا جدا جدا، بس هو بيتخن شويه هو ولبن جوز الهند. انا عاملاه بلبن جوز الهند ولبن اللوز،
لبن اللوز. اوكي نبقى نعمله مره جايه بلبن جوز الهند برضه، عشان كذا حد بيحب موضوع جوز الهند كده. ايه اول ما اللون البينك ده كله يلون بني ويستنى عليه شويه كمان، هبتدي اشيل الزيت ده خلاص، ايه حرميه مش محتاجاه خلاص، عشان هو ايه هينزل كمان الزفاره اللي انا بتكلم عليها. الكبد مشكلتها ان هي عايزه طريقه معينه عشان تطلع ريحتها حلوه وما تبقاش زفره خالص، لانها لو زفره مش هتتاكل، عشان كده مش اي حد بيحبها ومش اي حد بيحب ان هو ياكلها. هغطيها كده، هرش عليها رشه قرفه قبل ما ابتدي ايه اشيل كميه الزيت دي. رشة قرفة بسيطة قوي مش كتير، مش عايزاها تبقى فيها طعم القرفة قوي. وأقلب ماشي كده تمام قوي. هبتدي بقى ايه اشيل الزيت ده، هبتدي احط الزبده. واقلبه بعد كده ايه هحط الثوم، الاول عصير الليمون بعدين الثوم. بصوا الزبده بقى هتخليها بتلمع وهتخليها طريه جدا وحلوه قوي قوي. ممكن زبدة او سمنة بلدي، يعني لو عندكم سمنة بلدي برضو هتدينا نتيجة حلوة قوي. بس هي اصلا الكبد الفراخ بدبس الرمان اسمها سودة، وهي اصلا اكلة شامية فهم مش بيستخدموا فيها السمنة البلدي. رشة قرفة كمان، ثوم مجروش كده زي ما انتم شايفين كمية حلوة. ممكن تحطوا عليها كمان بودرة ثوم. نقلب. بصوا بصوا الجمال، الله على الريحة اللي طلعت، ريحة الليمون مع الثوم لما نزل عليها عملت ريحة حلوة جدا جدا. احط بقى عليها حبه ملح وفلفل اسود، لان الملح والفلفل الاسود اللي احنا حطيناه نزل مع الزيت خلاص، وانا حطيته كمان عشان بيشيل الزفاره برضو. هنحط حبه فلفل اسود، حبه ملح، ممكن كمان تحطوا مكعب مرقه فراخ لو عايزين. بس كده بتغلي، ابتدي بقى ايه دبس الرمان. هنا بيتحط مرتين، مرة بيتحط مع الكبد ويغلي، ومرة بنحطه واحنا جايين ننزلها خلاص في طبق التقديم.
نقلب. بصوا كده هسيبها تستوي 5 دقايق كمان عقبال ما نطلع فاصل ونرجع، وبعد كده بتتقدم بتبقى متغرقه بقى ايه الصوص ده بيقل شويتين يتبخر، وبعدين بنحط لها بقى دبس رمان ايه على البارد. خلاص نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. بعد الفاصل دلوقتي عملنا كبد الفراخ اهي بدبس الرمان، على فكره على نار هاديه جدا. ان شاء الله قبل ما اطلع الفاصل الجاي هكون شلتها وقدمتها لكم. خلاص اهي بصوا حلوه قوي قوي قوي، وهتعجبكم وطعمها هيبقى مظبوط، وهتحسوا ان انتم مبسوطين وانتم بتاكلوها، بتاكلوا جنبيها رز او حتى بنغمسها بالعيش. طيب النهارده عامله برده من الاطباق الجميله جدا اللي ممكن نقدمها كاطباق جانبيه او كسناكس مقرمشات البطاطس، عاملينها بطريقه حلوه كده وفي الفرن وسهله، ومكوناتها بصوا حتى يعني تقريبا تكون 3 4 مقادير. عندنا بطاطس مبشوره وحطها في ميه مغليه، عندنا كمان دقيق، جبنه بارميزان او جبنه رومي على حسب المتاح، معلقه صغيره من الملح وزيت زيتون وكمان روزماري. خلاص هجيب كده البوله اللي هبتدي ان انا اعجن فيها البطاطس، الاول البطاطس دي اصفيها من الميه اللي انا حطيتها، هيبقى في كميه ميه برضو للعجن. لو حابين تستخدموا ميه البطاطس استخدموها لانها بتبقى فيها نسبه نشا لو انتوا حابين، انا لا بحب استخدم ميه صراحه يعني تانيه، يعني ما بحبش استخدم نفس الميه، بس ما فيش مشكله يعني لو انتوا حبيتوا تستخدموها. طيب هنحط كده الدقيق وهشوف الميه اللي هحتاجها قد ايه، لان اوريدي البطاطس فيها كميه ميه ماشي، وانا عايزاها ايه تبقى عامله زي العجينه السهله. تمام هحط الجبنه البارميزان او جبنه رومي، هحط هنا معلقه زيت زيتون، بتخليها طريه جدا وبتخلي طعمها حلو قوي. ممكن نزود عليها بودره ثوم لو حابين يبقى فيها طعم الثوم كمان. ماشي كده تمام قوي. هجيب بقى الصينيه بتدخل الفرن لمده تلت ساعه تقريبا، بتطلع مقرمشه وبتتكسر كده زي البسكوت، لطيفه قوي قوي. بصوا بدهن كده زيت زيتون، وممكن تدهنوا زبده مع زيت زيتون لو عايزين. بحط العجينه كده بفردها، انا عايزاها رفيعه جدا ماشي. فكرت في حاجه دلوقتي وانا بعملها، ممكن والله نحط عليها كمان جزر مبشور عشان تبقى فايدتها عاليه كمان. وممكن وهي اول ما تطلع على طول نحط نرش عليها بقيه جبنه، شويه جبنه بارميزان او رومي على حسب المتاح عندنا.
كده بس عشان اخليها كلها نفس السمك. وهكمل كده ايه زيت زيتون كده اهو. اضغط كده بالروزماري هيعمل له نكهه حلوه قوي. بس وادخلها الفرن لحد ما تتحمر. الله على الريحه اللي طالعه دي كده خلاص خلصت. بصوا بصوا شكلها عامل ازاي. اعمل ايه بقى؟ بجيب دي كده وابتدي ان انا احط الكبد مع حبة الصوص دول. الصوص دي بيخليها مززة، فيها ليمون، فيها دبس رمان. اقول لكم سريعا عملناها ازاي. حطيت حبة زيت كده، مثلا نص كوباية زيت في الووك دي، معاها عودين من القرفة. واول ما سخنوا كويس قوي رحت منزلة علينا عليها كبد الفراخ وقلبتها كويس. وانا بقلبها حطيت معاها حبه ملح وحبه فلفل اسود. اول ما لونها اتغير رحت شايله الزيت ده خالص رمياه، ورحت حاطه مكانه زبده، وبعد كده عصير ليمون حبه حلوين كده. بعد كده كنت مجهزه الثوم المجروش حطيته معاهم خلاص. بعد شويه رحت حاطه، اول ما ابتدت تغلي اكتر حطيت دبس رمان. كده اهو. ممكن احطها على احطها على البوتاجاز ابخر شويه من الصوص ده، عايزه اتقله شويه خلاص. هسيبها وفيه دبس رمان بس هسيبه شويه بس مش هحطه دلوقتي، عايزه اتقل شويه من الصوص ده اكمله. الكبده بتحب الصوص الكتير جدا وبتبقى حلوه قوي بالعيش قوي، خطيره يعني. هحط القرفه وممكن نطلع فاصل. هنرجع بقى عندنا البسكوت هنعمله بطريقه بسيطه جدا لو احنا طب علينا ضيوف وقاعدين بره ومش عارفين نعمل لهم ايه، وعندنا بسكوت وعندنا كريم شانتيه. هنعمل حاجه بسيطه قوي في 5 دقايق نكون عملنا حاجه حلوه. يلا نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى البسكوت اللي عندنا اللي هنعمله بالكريمه والفاكهه، اي نوع فاكهه عندنا في البيت، حتى عندنا كومبوت، عندنا فاكهه طازه فريش مفيش مشكله. بودره كريم شانتيه، حبه كريمه حلويات، كمان عندنا فانيلا، لوز متحمر، وكمان في جوز هند متحمر عاملينه كده محمص بطريقه حلوه قوي، مربى قشطه، وكمان في جبنه كريمي خلاص. طيب هجيب كده الايه الجبنه الكريمي مع كريمة الحلويات. مع حبة بودرة كريم شانتيه. شوية فانيلا. وابتدي ايه اضربهم كده بالمضرب.
اجيب بس حبه ميه احطهم معاهم. طيب دي يعني عايزه اخفقها تاني اكتر، بس عايزه ابتدي اعمل في البسكوت لان انا عايزه ادهنه بالمربى. حطيتي كده مربى مشمش، مربى فراوله، اي نوع مربى انتوا عايزينه. هنعمل كده هدهن بالمربى وايه واحطها كده. ماشي، اصلا البسكوت بالمربى لوحده طعمه لطيف قوي. طبعا دي لو اتحطت ساعتين في التلاجة نتيجتها بتبقى حلوة قوي، لانها بتبقى ايه، مقرمشة وطرية في نفس الوقت. يعني كل ما تبات شوية كل ما تبقى طعمها اكتر. كده نقعد نعملها كده. كده اهو. ماشي، كلها بقى يعني هقعد ايه احطها كلها بالطريقه دي. انا هعمل صف كمان واوريكم ايه الخطوه الثانيه وهكمل ايه في الفاصل عشان بس نلحق نخلص كل حاجه. ماشي كده برضو نحاول المربى تبقى كريمي قوي. هخلص كده الصف ده. اهو خلاص. طيب الخطوة التانية ايه؟ هجيب البسكوت واجيب حبة لبن او ايه الكريمة اللي عندي دي، مفيش مشكلة، واحطها كده. هغطي بيها الايه بسكوت اللي عملته بالمربى ده. كده كده ده كفايه عليها كده الصوص خلاص تقل. بصوا عليه كده تقل ازاي، تقل جدا. نحطها اللبن او الكريمه اللي انا حطاها في البسكوت ده بتخليه
برضو مقرمش وفي نفس الوقت طري، يعني مش هيبقى فيه صعوبة واحنا مثلا لو عايزين نقطعها في الآخر. عشان كده بقول لكم لو باتت في التلاجة بتبقى النتيجة تحفة. هوريكم برضو الخطوة اللي بعد دي على طول عشان هكمل الايه الصفين دول في الفاصل. هجيب بقى الكريمة دي واعمل كده. خلاص اهو. وهترجعوا تلاقوني هقول لكم هعمل ايه كده عشان هترجعوا تلاقوني ايه عاملة كده. هجيب البسكوت كده، ده من غير لبن. ليه؟ لان اولا هحط كريمه وفوق كمان في كريمه فمفيش مشكله، اهو هيبقى كده. خلاص نطلع فاصل بقى نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي بصوا بقى هنعمل الوقت ده، هنعمل الهوت شوكليت بلبن اللوز، عباره عن لبن لوز وحبه نشا وشوكولاته بس. لو حابين تحط شويه سكر حطوا، انا مش هحط سكر. خلاص ممكن نحط عسل ابيض برضو. طيب هجيب كده لبن اللوز اهو مع حبه نشا صغيرين قوي عشان نعمل بودرة الكاكاو يعني. نقلبهم كده. وأقلب معاه الشوكولاتة المبشورة. كده. بس واسيبهم لحد ما ايه ما يغلوا ويتقل شوية. وهسيب شوية كده عشان ايه اخففه بيه. طيب عقبال ما يخف كده تعالوا نشوف بقى الصوص الحلو قوي ده. انا سخنته طبعا لانه ايه استنى لانه هو برد. اديني دقيقه كده وهعمله. هنبتدي هنا. بصوا البسكوت عملته خلاص، هبتدي بقى ايه احط له كده ايه بودره كريم شانتيه في كل حتة فيه، يعني هقفلها خالص. نعمل وردات صغننة كده. معلش جيبولي بودرة كريم شانتيه تانية. عايزين واحدة كمان. يلا بينا. بص ده بقى دبس الرمان اللي تقل. بصوا ده طعمه تحفة. عشان كده قلت لكم ايه هسيبه يتقل شوية. فاضل معاه دبس الرمان بنحطه كده على طول، ده قبل التقديم على طول. خلاص
ولو بتحبوه مزازه اكتر ممكن تزودوا. هحط بقى الرمان، حب الرمان، شايفين الالوان خطيره. وبما ان هنا عندي شويه لوز هحط لوز مع العيش بقى، ونغمس بقى وايه ونعيش حياتنا معاه اهو. كده خلاص قربت تستوي النشا، قرب يستوي مع ايه، مع لبن اللوز. تمام، بصوا هوت شوكليت حلوه قوي. يغلي غلوه غلوه واحده. ونجيب ده معانا كده. بما ان في لوز برضو، بما اننا عاملين بلبن اللوز وفي لوز هنا متحمص، على فكره هنا انا محمصاه في الفرن، هنعمل كده خلاص اهو. ماشي، حلو قوي لبن اللوز ده. طيب نزوق بالكريز كده عقبال ما ايه ما يجيبولي ال انا هنا جايبه كريز، جايبه كيوي، جايبه كومبوت خوخ. على ايه؟ ايه؟ هنعمل كده. الكريم شانتيه هنا اهو. الكريز بيدي لون للحلو خطير. في كمان كيوي، انا جايبه اخضر واحمر والايه والخوخ اهو. نبص كمان على البطاطس اللي في الفرن اخبارها ايه. طب هي لسه فاضل لها شويه. بصوا انا هوريكم شكلها، وبنحط جبنه بارميزان عليها تانية عشان لما تطلع تبقى مقرمشه. بصوا اخبارها ايه، بصوا اتفرجوا عليها كده، يعني هي ايه عايزه مثلا 5 دقايق كمان. خلاص انا طبعا مضطره انهي الحلقه دي. بنغرقها كريم شانتي، واهو الكومبوت الخوخ اهو بزوقها بيه. كل واحد يزوق بالطريقه اللي هو شايفها صح. ممكن واحنا بنصور الفيديو بتاع اخر الحلقه تبصوا عليها. باي باي، اشوفكم بكره.